السلام عليكم ورحمة الله. مقطع جديد وفكرة جديدة فيها دفع فلوس. اليوم يا جماعة الخير المقطع جدا مختلف. جمعت ناس من المتابعين، غردت غردة راح تطلع امامكم على شاشة، قلت فيها اللي فنان ويحس نفسه يعرف يرسم بفورتنايت راح ارسله رسالة على الخاص وبقول له فيها ابيك تدخل الان معاي جيم، راح اعطيك وقت معين، الوقت هذا عند جميع الاشخاص من اللحظة اللي يبدا فيها التايمر لين ينتهي. الرسمة اللي راح ترسمها راح اشتريها لك، بدفع بالمقطع عشان كذا يرحم امك بحط اعلان، والله الاعلان بيفيدك احلف. ها والله كالعاده وللمره الثالثه نون يجون يقولون السلام عليكم، اتفضل هذا كود تخفيض عطى متابعينك. وفوق هذا يا جماعه زي ما هو ظاهر لكم على الشاشه تخفيضات يوميه، عروض ميجا مش طبيعيه. اوه كل 24 ساعه يا جماعه غير عروض جديده، ومسوي لكم تخفيضات مجهزين لكم من الصيف، مستلزمات رياضيه وايضا تخفيضات تصل الى 60%. 60 غير الكود SXBU اللي ظهر على الشاشه 60% على الالكترونيات. استخدموا الكود الخصم يا جماعه راح يعطيكم 10% تخفيض الى حد 25 ريال، وهذا طبعا غير التخفيضات اللي ردي بالموقع، الرابط تحت. شكرا لون لرعايتكم هذا المقطع، شاهد ممتع وصلوا على محمد. الشباب اللي قدامكم هذول راح اقول لهم الان انطلقوا، راح ينتشرون في المدينه، والتايمر اول ما ينتهي راح اقول ستوب، يمكن ازودهم الشيء. الرسمه الافضل راح تكون لها جائزه، والرسمه الاسرع راح تكون لها جائزه، وايضا راح نضبطهم باذن الله. المهم انا متاكد اني بدفع كثير، فوضحت لهم قلت لهم يا جماعه بيوت سيارات اشياء معقوله، لا ترسمون اشياء مبالغ فيها. انا يلا ابغى اطلع من المقطع كم مع الاعلانات، عرفتوا يعني الميزانيه مع كود الدعم مع الـ. الان انا اسوي لكم فعاليات يا اخوان، انتوا تحطون السكس بي ولا ما تحطونه؟ والله يعني تبي الصراحه؟ ايوه الله حط كود يعني. والله شكلكم تقولون الخشب كلام وتقولوا لي كلام. المهم يا جماعه قسمنا مربعات، والان بنبدا عشان ما نطول بالكلام. طلب اخير يا اخوان، وتعرفون اغلبكم اذا دخلت فورتنايت اتمنى منك عايز المشاهد تتاكد انك حاط الكود السكس بي ومنشني بالانستا وبتويتر، والله انه مره يسعدني ومره ترى يدعمني ومره احبك. طيب يا اخوان في اللحظه اللي بقول لكم فيها انطلقوا راح تنتشرون جميعا بدون استثناء على المربعات اللي موجوده هنا، وكل واحد فيكم راح ياخذ مربع، وبيبدا التايمر عندي بالجوال. ما عليكم من تايمر الماب اللي احيانا بسوي ايقاف بعدل لكم كذا شغله بعدين تكملون. المهم اهم شيء القوانين، لا حد يقلد رسمه الثاني، ممنوع الغش. في النهايه راح اخليكم تستعينون ببعض، اللي اشوفه طيب ترى بصير طيب معه. ابعد الثلاثه الان والكل راح يطير، 1 2 3 طيروا. ممتاز، العموم جواله بيده يتجهز. أبعد ثلاثة والكل راح ينطلق، 1 2 3 بدأ التايمر. انطلقوا انطلقوا، توزع 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 توزع، تذكروا ممنوع الغش، لا أحد يغش من الثاني، تراني بتابع. طيب بدأ التايمر يا جماعة الخير، الشباب جالسين يشتغلون، والله ما أدري ايش بيرسمون لكن الله يستر، أحس إني بطفر. هذا قاعد يسوي حمامات هنا ولا ايش؟ لكن ترى أغلبهم فنانين، اغلب اللي جايبهم يا جماعة فنانين، وفي سوحات ما أخويكم يعني زي هذا ما أدري ايش قاعد يسوي للحين، ما ادري ايش قاعد يسوي. اوكي قاعد اشوف ناس هناك شغاله قاعد تنزل مواصير وتنزل بنايات، طبعا البنايات الجاهزه ممنوعه، فقط تقدر تاخذ منها اشياء وتستعملها لبنايتك. تمام، هذا قاعد يا لورد انت قاعد تلعب بوكس فايت ولا ايش تسوي؟ قاعد تلعب بوكس قاعد تبني. اوكي طيب اوكي هذا ما ادري ايش قاعد يسوي انيموس، بس شكله عنده فكره، عنده فكره. احب الناس اللي يستخدمون اشياء هنا عشان يبدعون. ايوه بس لورد يكسب نفس المربع. فيصل يا اخي قاعدين نخطط انا خوي. هلا ها يتكلمون جوا اللعبه؟ ايوه اوكي كملوا كملوا. كنت تسمعنا؟ لا ما اسمع. هذه صوتنا انا صدقت هذه مدنيه. لو سمحت روح مرتك شنل. كملوا كملوا، تراكم اثنين متعاونين مع بعض، والله لا خليك لحالك يا فيصل، بسرعه ارسموا، ممنوع تاخذون سياره جاهزه. ها ترسم لي معرض سياره تعطيك كف. اوكي يلا شوف الناس تشتغل كمل. اوه هذا شغال، رومكس قاعد يشتغل، رومكس قاعد يشتغل بس ما ادري ايش قاعد يسوي، ما ادري الى الان بنشوف. انا ما ادري ايش متحمس مع اني بادفع يا عيال، والله العظيم ما ادري ايش متحمس بس اني بادفع. بما انهم قاعدين يرسمون ابى اخليهم يكملون، بروح الحمام ابو كم دقيقه واجي. اوكي هذا ايش قاعد، هذا ايش رسم؟ اه لا هذا رسم جوال بس ما ادري خلص ولا باقي. هذا ايش قاعد يسوي فيصل وريدكس؟ ما ادري هذا مقفع على نفسه كان داخل فايت في عزه، ما ادري ايش سوى هنا. الى الان مو بواضح كانه خليه يخلص. فيصل وريدكس قاعدين يسوون حاجه غريبه، ما ادري هم بيكتبون الكود او لا. الشخص اللي بيكتب الكود بيربح 500 دولار ما حيدري فيهم، لكن اللي يكتب الكود خلاه 500 دولار طبيعي، كودي كيف يفوز اللي يبغى.
قاعد تسوي؟ باقي ما خلص، لكن شكله قاعد يبي قاعدة الحاجة أو سرير، يبغى سرير ممكن، ما أدري نشوف. طيب لولو إيش قاعد تسوي؟ لولو إلى الآن باقي بالأساس ومطول شكله، ما أدري إيش قاعد يسوي، حاجة باللون الوردي. بنشوف بامسي شكله قاعد يسوي كيبورد. بامسي شكله قاعد يسوي كيبورد، شكله والله أعلم. طيب نجنج، أوكي نجنج إس إكس في. إشارة أمارة هذه ولا وش؟ يكون هذا بلاي ستيشن 5، ما أدري، خلي خلص. هذا سوى سيت أب كامل، لا ورب المصحف إني بطفر. بس هذا استعمل أشياء جاهزة، هاي هذا ما رسم شيء، هذا حط كل شيء جاهز يا جماعة، أنا قايل رسم. هذا حط لي صفر في الأرض ولا الثلاجة هذه، ما أدري، لكن بنعطيهم وقت، باقي عندهم وقت، ما بستعد عليهم. لكن هذول اللي أنا ما أدري إيش قاعدين يسوون، حطوا لي سيارة هنا. أربع صفر يعني كم؟ أصبر، لا مو مليون، ما يكفي المشكلة، ما نحتاج صفر زيادة. والله لا أوسع دائرتنا. هذول يقولون مليون؟ ما زلت يا جماعة أكثر ناس والله العظيم مخوفيني هذولي ما أدري إيش قاعدين يسوون، يكتبون على الأرض، والله العظيم إني ما أدري، لكن بخليهم. أيضا يا إخوان في حاجة، نقطة أخيرة، إذا أنتم تبون أسوي جزء ثاني للسلسلة هذه لكن أجيب يوتيوبر وأخليهم يرسمون، اكتبوا لي تحت، وتفاعلكم على المقطع من ناحية التعليقات ولايكات والله هو اللي بيخليني وأنا مغمض أسوي شيء هذا. عزة خلنا نشوف عزة وين وصل بالشغل اللي عنده. عزة قاعد يسوي حاجة غريبة، عزة الظاهر إنه قاعد يسوي شيء له دخل بالبي سي، ما أتوقع أن هذا كيبورد، لا لأنه مربع جاي، في حاجة هنا قاعد يسويها هو ما أدري إيش. رومكس إلى الآن أغرب واحد، والله ما أدري إيش قاعد يسوي صراحة، ما أدري إيش قاعد يسوي. لا هذا حط ماس داخل، هذا يعني إيش السالفة هنا؟ السكس بي وهذه وش طاحونة مروحة يعني ولا رديت؟ والله ما أدري صراحة. هذا شغل نظيف، فنان ذا نجنج، يسوي حاجة مرتبة، ما بحرق على نفسي، بخليها للنهاية. الكيبورد خلنا نشوف الكيبورد وين وصل فيه، خلنا نشوف الكيبورد وين وصل فيه. هل بيقدر يحط عليه أرقام؟ لو يحط عليه أرقام وحروف نفس اللي موجودة، بس أتوقع صعبة صراحة، ما أتوقع متوفرة، بس بنشوف. هذا إيش قاعد يسوي؟ يبغى يسوي بي سي، الله يستر. إلى الآن هذا مو بي سي، الله يستر، الله يسوي يعبي من داخل. قال والله بدفع كثير، الله يستر. لا هذا ما يسوي غرفة جيمينج، يا ابني غرفة جيمينج أنا من وين أجيب فلوسها؟ هذا بيبني بيت. Attention everybody، الوقت المتبقي حاليا منتصف الوقت. لا 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 انا اقصد ان قد خرج شكلها مليونين، ابغى اخليه مليون واحد، قول 10 مليون، لا 10 مليون السكسبين تبقى في الزهر. والله اللي اطلع ولي بيش بيشنو، اقسم بالله حليل ورب الكعب يا عيال. طيب احد فيكم خلص؟ انا خلصت. لورد خلصت؟ ايه اجيك الان؟ طيب انت تقريبا لك نص ساعه داخل، ما ادري انت قاعد تتفايد داخل، ما ادري ايش قاعد تسوي، بس خلنا نشوف الشيء اللي بس والله يلا تعال الشيء اللي سويته ابى اجي بلك اجي تعال 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قلك ارضيات حمراء، يلا حياك انت سويت ستاب شبه ستاب انت هذه الاشياء من اللي حطها؟ هذه انا حطيتها، هذه ارسم ولا جاهزه؟ وش هذه جاهزه شبه جاهزة؟ اي جاهزة. دقيقة لورد دقيقة تعال سم انت مقفل على نفسك هنا ثلاث ساعات عشان تحط شاشتين يا اخي قاعد احاول. انت وش بنيت؟ ابغى البناية اللي بنيتها، ركز معي. انا لو بشتري لك حاجة بالغرفة هذه تدري ايش بشتري لك؟ بشتري لك بقعة الحديد. ما بنيت حاجة، انت عندي بناية، انت ما بنيت، كل شيء جاهز خليته من هناك حطيته هنا. هذا شبه سيت اب. الله يشوف صراحة يعني خلاص التقييم راح يكون في النهاية، الآن راح نخلص موضوعك مع لجنة مختصة. تمام يعني أنا أهم شيء خلص أول واحد. إيه خلص أول واحد هذه. يعني عدل شوي. عدل يلا عدل. أعطيك فرصة تعدل وترسم داخل. Attention guys تبقى من الوقت 10 دقائق. أنا خلصت. رومكس خلصت؟ بس حبك فوق. طيب رومكس لك تقريبا حدود الساعة قاعد تبني شيء ما ادري وشو، اجي من وين علمني؟ تعال من قدام كذا كذا، لازم تبني الشيء ما تاخذه جاهز.
وينك؟ ما اخذت جاهز. طيب قاعد ابني واصنع وزين. طيب ابيك تسحي راسك. طيب شوف الف ظهري. لا لا الف ظهرك وشوف. يلا. من الوهله الاولى وش تحس ان هذا الشيء؟ احس ان هذا الشيء فزاعه فزاعه تخوف غربان فزاعه تخوف غربان كذا فيها اعاقه او ان الرجل الي امه داعيه عليه يمكن ما ادري ما ابدا ابدا ما هذا الشيء مو بشيء هذا مو موجود في العالم هذا والله واضح يمين بالاكل بحاول بحاول لحظه بركز بركز طيب ابراهيم هنتر دب شوي فكر شباك يعني عين تكفى لا تقول يا رجل الي تكفى مو برجل سلاح بالنينجا والله فقر سلاح بالنينجا بس انه كبير شوي هذا سلاح بالنينجا هذا سلاحه في الخينجا سلاح والله انه سلاح بالنينجا سلاح كيف والله انه شكله حلو الله يقطع امك يلا مو مشكله خلي التقييم الاخير بنشوف عموما ثاني واحد خلص الشخص اللي خلص يرفع يده انا مين انت نجنج نجنج راح اسحب فوق يلا يلا بسم الله على بركة الله يلا تفضل بسم الله اوه بلاي ستيشن 5 ايه هذا التصميم حق البلاي ستيشن 5 تصميم سهل بسيط اوكي اوكي ما يحتاج يعني شوفوا اللي شافع لك ال 6B عرفت يعني معطيك جماليه طيب 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 اوكي اوكي شوف اللي انا بحسب لك اياه انك انت اللي باني كل حاجه الانحرافه يعني ما خليت شيء جاهز تمام طيب اللي اقدر اقول لك انه ان شاء الله خير النتائج راح تكون بالنهايه راح انزلك تحت اوكي يا جماعه الخير هل في احد خلص الان الى الان خلصوا ثلاثه طيب مين اللي خلص انا كل وش يديك كل طيب انت نينموس صح جايك بسم الله الرحمن الرحيم اوكي اوكي طيب انا بسالك سؤال تعال لا. هذا ستب بي سي صح لا هو يعني الاساسي الكيبورد والشاشه اوكي الشاشه هذه بي سي يعني شغال على حقت بي سي ايه وين البي سي ما ما بي سي طيب عشان اجتهادك تصميم الغرفه بتصميم الغرفه هذه وهذه الغرفه وهذا بعد التقييم راح يجيك في النهايه ممتاز اوكي ممتاز تبقى على الوقت 5 دقائق مو الحين اقصد كل سالفه بعدين دقيقه واحده ليش بقشي ولا بقشي ولا خلصتوا اي بحط والله لو يطلع شيء 10 والله خلاص يلا بس والله لو يطلع شيء ناقص اطق معك والله طيب خلصتوا الان صحيح تعالوا عندي كلكم تعرفون انتم من القانون التحدي انكم ترسمون وتبنون شيء ما تاخذون حاجه جاهزه وتحطونها صحيح طيب ابطل الان بدون ما تتكلمون راح احاول افهم الشيء اللي سويتوه بعدها بسالكم ممتاز اذا ما فهمت ما فهمت معناته رسمتكم ابو زفت واحد صادق والله صادق الله يستر لكم اللي ببالي بس هذا ويش تبون تاكو عشاء يعني ولا ايش اي هذا تاكو هذا الطلب يا ملحي انا قاعد اسمع مليون مليون من اليوم بس ماني قاعد افهم هذا ايش ام تي اوكي ام تي يعني ميستري تاون صحيح اس صحيح ثلاثة ام صفر خرابيط خرابيط صفر خرابيط انتوا راح تربحون معانا جائزة ما حد ربحها درون ايش هي جائزة جائزة أزبى الرسمة ألف مبروك شباب شوف 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 ما في أي رسمة بالموضوع يلا اشرح لي مو إنسان يلا لا الكود موجود لا رسمة بنايات موجود يلا اشرح لي الكود موجود الكود وين الكود وين الكود هذا الكود وين الكود وين الكود شوف السكس بي شوفها حطينا اثنين السكس بي كذا سادة يلعن ام السكس بي اللي مو من قلب يقطع ام السكس بي كاتبين لي السكس بي بمهديل حاطين السكس بي لا فلوس فلوس بديت شوي يلين بالله عليك هذه بي هذه بي بعطيها كف مين اللي اعطاها كف مين اللي قاعد بزعلها ليش كذا معوجه يا الله هذه بي شبعانه وهذه ركز معي تعال 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 ت
طالع زين. هذا ايش؟ هذا هذا اس. هذا اس. طيب هذا اس تمام. اس يلا مو بطق فجك اس مين؟ راح امك افهم. هذه اس. ركز. مو اس. اوكي. تعبان سحليه؟ لا حقت هذه علامه فلوس. شي فلوس. دولار. هاي دولار. ايوه نمشي بالدولار. ايوه يلا اوكي بكمل دولار. طيب ثلاثة وهذه ثلاثة يعني 3 مليون دولار. حلو هذا واحد. فيصل فيصل ما قلت لي انك تمزح معايا. تبغى امسك خط اروح اطعنك ولا ايش؟ ما شاء الله هنا بعد في 6B. اعطيني 6B من ذهب. حلو. من عندنا رقم 2 اوكي. اريدك حمار ما اعرف يكتبه. طيب هذا صفر يعني 20 تاكو. فهمت؟ 20 تاكو انا. تبغون 20 تاكو ها؟ ابغى اعطيكم 20 كف. انقلعوا لابوكم لابو ما ندخلكم فعاليه عشانك اخوي مدخلك واسطه وجايب خويكم وخليكم تلعبون اثنين ولا بلحتوا لا رسمه زي الناس ولا الكود ولا كلمه. انزلوا تحت ولكم ولا حاجه. سكسبير بطل حقها محفوظ. انزلوا تحت يلا كلمه. مين خلص يا جماعه؟ انا خلصت. طيب جايك ثواني. اوكي اوكي لحظة هذا لابتوب اللي فهمته انه لابتوب صحيح؟ يب صحيح. صدق نسيت احطهم 244 فريم عشان الفريمات. طيب لابتوب هل هذا لابتوب؟ يعني طيب بنشوف بندرس موضوعك مع اللجنة المختصة لل تقييم. ممتاز اللي جاهز يا جماعه الان انتهى الوقت تقريبا. اتمنى انكم تبدون تسلمون اعمالكم يتم تقييمها ودراستها. خلصت انت؟ خلصت اوكي يلا ودني عند رسمتك. ودي خليني اسحبك فوق ثواني. انت لي رسم الجوال يا ابن الذين. يا ابن الفنانين يا ابن الفنانين يا اطرم يا فنان يا ابن 66 فنان والله العظيم. يعني ايفون صغير هذا ايفون وهذا نفس الحكاية ايفون ولا ايباد؟ يا ساتر يا ساتر. اوكي ايش كاتب على الرسمة؟ ايفون. طيب ما اقدر اتكلم الان لكن الى الان هذه اقوى رسمة اشوفها. ابى انتظر باقي الشباب وبيجيك التقييم. ممتاز. يا ويلي يا عيال رسمته بنت لذينة والله يا رسمته بنت لذينة. ماني قاعد ادور اغلاط. كل شيء رسمه مربع كامل. التطبيقات الخلفية ايفون صغير الشاحن الوقت طبعا الوقت غلط بس ما احط الكود بس مو مشكلة احنا يعني ما نظلم احد. طيب يا جماعة اتوقع ان الوقت الان مفروض ينتهي لاغلبكم. اعطيكم 30 ثانية او دقيقة بالضبط من اللحظة هذه الكل يحاول يختم ويعطي لبساته الاخيرة. راح نراعي بعض الظروف اذا في شخص باقي ما كمل نحاول نراعي لكن يعني حاول. اياك طيب انا اذكر اولا انه كان في فقط شاشتين و انا قايل لك انك حق بوكس فايت انت حق رسم. ثواني 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 دقيقة دقيقة مو بوكس فايت. لا لا بس هنا تعال شوي شوف السطح. لا لازم تشوف السطح. ها اها انت تستخدم العنصر الحساس هذا مو مشكلة. شوف طيب الحين افتح ورنا اللعبة. يعني الان اللي لاحظته صراحه تغير جدا واسع في كرسي. اي اكيد. شوف شوف تعال تعال شوف اقرا. هذا وش ذا اللي فوق؟ هذا بي سي ولا ايش؟ هذا مايك ساندر مايك. هذا كله مايك. هذا سلاح يا غالي الله يعطيك العافيه. بس هنا في 6B يعني هذه يعني تحسب النقطه. 6B طبعا انا 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 عشت 6B هذه خلفيه الشاشه فهمت. بس عندي سؤال. طيب مو مشكله يعني بس عندي سؤال. هذه الشاشات شغاله على ايش؟ وين الجهاز؟ الجهاز تعال تعال يا ادري انك بتسال الجهاز. تعال تعال هيك هيك. هذا تصميم تفصيل طبعا. ممتاز. الطاوله انا مفصلها. هذه فتحه التهويه. ايه ما شاء الله. البي سي داخل هناك. انا والله لا افتح. وين البي سي؟ وين ايش قاعد اشوف اكل انا ها؟ وين البي سي؟ ما في بي سي. هنا اكل. وين البي سي؟ مطبخ. حلو. يعني هذه لوحه مقلوبه حق الدستي حط فيها. اوكي ممتاز مو مشكله. طيب وين البي سي للان ادور البي سي انا؟ مقلوبه اوكي. هذا الستاند يعني هذا الستاند الحين ها؟ حط لنا. هذا الستاند. طيب مو مشكله مو مشكله. فيصل لقيت لكم واحد يا لقيت لكم واحد يا فيصل راح يدخل معاكم بجائزة افضل افضل رسمة من تحت. ايوه. طيب نقول انا ما شفت لك الرسمة الى الان صحيح؟ والله ما ادري. طيب بسم الله نبدا الان نشوف رسمة بي سي اللي افهمه ان هذا بي سي
اوكي بي سي يعني فهمت. طيب نقول عندي سؤال، هذه شاشة ها نقول؟ والله ايه شاشة، شاشة جيمينج مصنوعة من ايش ولا ما هي مصنوعة من ايش؟ طيب مو مشكلة، هذا ايش نقول اللي تشرح لي اياه؟ هذا والله شعار نقش، شعار نقش زخرفة خارجية يعني من موسى. هذا الكيبل مفصول الجهاز. اوكي اوكي لمست الكيبل حلوة، لمست الكيبل حلو. هذا وش تعال عندي؟ هذا الرامات. الرامات حلو حلو حلو، لمست الرامات. عادي اشوف من داخل، شفت من داخل. اوكي اوكي لحظة نيفيديا جي تي، نايس. حلو الحركة، حلو 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 هذه. اوكي المعالج ممتاز، يعني في انت التفاصيل عندك مهمة. الرامات هذه شكلها من هنا. نفس هذه مراوح، مروحتين. طيب هذه ايش اللي هنا؟ الصنادق هذه قطعة ثانية في البي سي. اوكي طيب ممتاز، شفت الجهاز كامل. التقييم راح يكون في النهاية مع الشباب. ممتاز، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. والله صدق يا جماعة ما والله ان كلهم ما قصروا، وكل واحد رسم رسمة. في ناس ترى يا جماعة ما فازوا، مو معناته ان هذا رسم بي سي خلاص رسم بي سي، لازم تكون رسمة دقيقة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، اي واحد هنا رسم مستحيل يطلع خسران، راح افوزه طبيعي. طيب انا جايك الان. بسم الله، قاعد اشوف من بعيد السكس بي واضحة مرة. اوكي اتوقع ان هذا بي سي. اوكي اي ناين، كرت الشاشة يبغى له شوية شغل. لا، كرت الشاشة انتهت. اللي اشوفه قدامي هذا مو بي سي، هذا كيس بي سي. لانه ما وين المداخل اسلاك؟ شوف الرسمة اسطورية، البناية متعوب عليها، الحلو فيها الوانها، اللدات الانوار رهيبة، الكود اسطوري طبعا ما في كلام. هذا شيء قاعد يدفك مرة، راح ندفك الى النهائي ونشوف التصويت في مع الشباب في الاخير. ممتاز، بنزلك تحت. اوكي المتسابق قبل الاخير، باقي ثلاثه، خلينا نشوف الاولى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لحظه، لا فهمت، يعني تبين دجاجه؟ يعني تبين دجاجه يا لولا ولا ايش؟ طيب افكر، تبين مبغوط؟ سكن؟ دجاجة؟ تبين دجاجة؟ طيب بجيب لك دجاجة، خلاص والله بجيب لك دجاجة. 12 ريال من البقالة، 900 جرام، ممتازة. خلاص جدي فايز بدجاجة بدون ولا حاجة. ها ها، وشو؟ دجاجة حية؟ دجاجة مشوية أكل؟ دجاجة في اللعبة اللي رسمتيه تبغينا؟ طيب انت ايش تبين؟ تبين تشاركين بس؟ ما تبين تفوزين بولا شيء؟ طيب تحطين الكود؟ طيب مبروك، فزتي ب 100 دولار، ألف ألف مبروك، تستاهلين. راح آخذ ستورك أول ما ننتهي، طيب؟ يلا مبروك. حط الكود، تحب الكود اعطيها فلوس، ايش السالفه هي يعني؟ طيب عزه، بسم الله يا عزه نروح نشوف اللي عندك. تفضل. يا ساتر. كيف بس؟ يا ساتر يا ساتر. اوه شيت. قسم بالله. لابتوب جيمينج ار جي بي. طبعا اهم شيء عشان ما حد يضحك عليك، تعال هنا شوف هنا، لازم يو اس بي 3. اوكي لازم. في ميزه خاصه بهذا اللابتوب لمحبين شون. انت الحين انت بدك تكتب شون اس بي صح؟ ايوه اختصرناها لك هنا، ضغطة واحدة تكتب كود. اوكي تحسب لك ترتيب الارقام، يحسب لك شغلك
لاحظ صراحة؟ الزبرين يعني إذا واحد خرب الثاني موجود. جميل 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 جميل. طيب تمام. طيب بامسي 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 حياك الله بامسي. يو 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 يا سلام، والله فخم فخم جدا جدا فخم. صحيح انه بس كيبورد لكن ولا غلطة ولا غلطة، صراحة اهنيك والله اهنيك. طيب طيب يا جماعة راح نبدأ الان التصويت النهائي للجميع. الجميع الان راح يجمع عندي، راح امر من عند كل واحد وبقيمه. انتوا خلوكم هنا ما تحتاجون معاي. راح نبدا بالمركز الاول يا جماعه الخير، والحاصل على لقب اسوأ تصميم فيصل وريدكس يستاهلون. الف مبروك فيصل وريدكس. والله قيل تستاهلون ازبل تصميم. المركز الثاني اكثر تصميم ضحكني، جائزه جديده، والحاصل عليه تصميم الستب اللي ما ادري وين الستب فيه. لورد الف مبروك جائزة اكثر تصميم ضحكني. طيب طبعا الان عندنا ناس اشتغلوا ممتاز، لكن صراحة على اللي شفته انا يا جماعة ما اقدر اقيم مين افضل ومين اسوأ، لكن بعطيكم مجملا. الشخص اللي سوى الجوال رامبو، صحيح رامبو ما يتكلم. الشخص اللي سوى الجوال رقم واحد، والشخص اللي سوى اللابتوب رقم اثنين عزة، والشخص ايضا اللي سوى الكيبورد اللي هناك اللي هو بامسي، وايضا اللي سوى اللابتوب الثاني اندفه معاهم مو بمشكلة، مع انه في تكرار صار لكن مو مشكلة. اللابتوب هذا لو تسوي مقارنة في فرق كبير. صح نسينا واحد، الحاصل على المركز الثاني في ازبل تصميم حيوا معانا صاحب ابطال النينجا وسلاحف النينجا عبر رومكس، ازبل تصميم في العالم بعد فيصل وريدكس. يقول لنا سلاحف النينجا، ما ادري صراحه وين سلاحف النينجا بالموضوع، لكن يستاهل ثاني ازبل تصميم، يستاهل رومكس. عندنا الشخص اللي صمم البي سي اللي هنا اللي هو اتوقع كان اسمه نون، صح نون اللي صممت هذا انت صح؟ ايه. طيب انا عندي فكره يا جماعه، عندي فكره المشاهدين راح يعذرون فيها. الناس اللي صمموا هنا في ناس فايزين، طبعا كلكم فايزين، كل اللي دخلوا وشاركوا كلكم فايزين، لكن لازم في واحد يكون فايز وياخذ جائزه اضافيه. هذا الشخص اللي راح يحددونه المتابعين، لكن مجملا الناس اللي صمموا، لكن في واحد لازم ياخذ جائزه اضافيه. بالنسبه لراعي البي سي اللي سوى الكيس، انا اشوفه كيس هذا صراحه الى الان يحتاج تفاصيل، لك تصميم الخارج جدا رهيب. ايضا انت فائز. هذا تصميم صغير شكلك ما شفته. نج صدق نسيت بلاي ستيشن 5. ايوه نج بلاي ستيشن 5 نسيته. صغير كان. صحيح صحيح نج بعد بلاي ستيشن 5. الف مبروك نج، تصميمك اسطوري مره. تصميم يا جماعه اقسم بالله الميزانيه الميزانيه اللي سوى ستب هذا ليش ما تحط الكود اللي هو انينموس القطوه صح؟ شوف احنا قلنا رسم يعني لازم ترسم الشيء كامل، انت حطيته حط، فراح تكون لكم جوائز ماليه يا شباب. فلذلك اللي بنسويه كالاتي الان، جميع اللي موجودين هنا ما عدا ريدكس وفيصل ورومكس، ريدكس وفيصل ورومكس انتوا بتروحون انتوا ادلفوا جراند هناك تضروني باخذكم رهاين، بعدها اتفاهم معكم بابون. يلا اضرب الباب فيصل، اضرب الباب. الباقيين يا جماعه الخير، جميع اللي موجودين هنا، الاشخاص اللي ما سووا بنايات رسمه كامله راح تاخذون مبالغ ماليه، يعني يمكن $100 $50 على حسب رسمتكم باذن الله. راح الان ابدا اقيمها او راح يطلع تقييمها على الشاشه. المشاهدين راح يختارون افضل رسمه، راح تطلع لكم الان الرسمات، رامي بيحطها لكم وانتم راح تقيمون افضل رسمه او افضل بنايه بين الجميع، تكتبونها لنا تحت بالكومنت. اكثر تصميم راح يجي عليه لايكات بالتعليقات اللي انا كاتبها هو اللي راح يفوز. ممتاز، تذكروا الكل فايز لكن في واحد يفوز بجائزه مختلفه، الجمهور هو اللي بيحدده. اتمنى انكم انتم استمتعتوا المشاركين، واتمنى انك عايز المشاهد استمتعت. انا بالنسبه لي استمتعت لكن الميزانيه بتنضرب، لكن تستاهلون كل خير. ابي انوع على حاجه اخيره يا جماعه الخير، تبون نسوي جزء ثاني من السلسله هذه ونخليها مع يوتيوبر او مع متابعين وتكون بث مباشر، علمونا واكتبوا لنا تحت ولا تنسوا لايك والاشتراك. في الختام واهم حاجه يا جماعه الخير، اول واحد بيقولها له $100 ايش هي؟ بس
6B. مين اللي قالها؟ والله ما ادري مين. ما الصراحه انا يعني الحين طلعت تقول لكم خلاص قبل الموضوع. الله يعطيكم العافيه. شكرا جرب مقطع اخر. السلام عليكم. جيش السواحات مسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية